السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نصلي كده على رسول الله يا جماعة. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين، عليه افضل الصلاة والسلام. جايلكم بايه النهاردة؟ في فيديو جديد. انا ده تونة اللي هي تقريبا زي السردين كده، بس السردين حاجة والتونة حاجة، دي تونة مش سردين. فانا مسكتها إيه، نظفتها كويس جدا وشلت طبعا الراس منها ونظفت بطنها كويس جدا غسلتها كويس بالليمون. وبعد كده كان عندي الدقة دي في التلاجة، طبعا ده عبارة عن شطة وليمون وكمون وتوم. فطبعا حدقناها كويس جدا، فتحتها وحدقتها كويس ورشيت كمان الباقي على الوش. ومعايا صينية حطيت فيها زيت، الصينية دي فيها زيت، وحطيت صلصة الطماطم اهيت معانا. وبعد كده هرصها ايه واحدة جنب واحدة كده في الصينية. طبعا هي لها طريقتين ولها كذا طريقة اللي عاوز يعملها، يعني اللي عاوز يقليها برضو كويس، بس انا بصراحة كنت عاوزة اعملها بالطريقة دي. إيه، كانت امي الله يرحمها كانت دايما اللي بتحب تعملها بالطريقة دي، فانا حبيتها يعني اللي انا بالطريقة دي. ما حطيتش، ما ضفتش عليها بصل ولا اي حاجة، هو بس الصلصة وطبعا الدقة فيها. فما تحطوش ملح في قلب الصلصة كتير، الا لو دقتوها ولقيتوها محتاجه ملح فحط شويه صغيرين. فانا كان حطيت شويه، او شوفوا انا رصيتها زي ما انتوا شايفينها كده، وحطيت الصلصه كمان ايه على وشها كده زي ما انتوا شايفين. فانا حطيت بصراحه شويه دقه بس من البرطمان، يعني برطمان الدقه رحت فاتحه كده وحاطه شويه دقه بس في قلب الصلصه. ايه، ما حطيتش ملح ولا اي حاجه، لان طبعا الدقه مش شامله كمون وشامله كل حاجه. فانا حطيت زي ما انتوا شايفين كده، ورحت حاطه على وشها شويه زيت كمان. وبقى بصوا بقى تونه يعني ليمون، يعني بصوا ربع كيلو ليمون كده انا والله حطيت يومها يجي 6 ليمونات او 5 ليمونات يعني. وانا بعملها كده رحت ماسكاها فاتحه كده، فاتحه الليمونه وعصرها كويس جدا وحطها في قلب الصينيه. برضو والله يعني كان طعمها تحفة، جربوها بالطريقة دي ويا رب تعجبكم. ولو سمحتوا اضغطوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة بطوط. زي ما انتوا شايفين كده بقى، فوسط انا بعصر الليمونة وبرجع احطها تاني. يعني وحالا هتشوفوها بعد النهائي، يعني سيبتها على البوتاجاز شوية وبعد كده دخلناها الفرن تاني. هي بتحتاج ليمون، يعني حطوا كمية الليمون اللي انتوا عاوزينها، بصراحة بتبقى يعني تحفة جميلة، طعمها حلو جدا. بص عشان تشرب كلها من التتبيلة من الليمون، وكمان ضفت الليمون لحركة اللي هو اللي انا اضيف الليمون ده، انا واخداها من والدتي واخداها من امي، كانت تعملها بالتكة دي، فانا بصراحة كنت بحبها جدا. الله يرحمها ويغفر لها يا رب، اللهم امين يا رب. اهو يعني شوفوا بقى، انا بص خليتها على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هدخلها الفرن تدي اللون بتاعها. والله يا جماعة كان طري، يعني طعمها تحفة، جربوها كده. وطبعا انتوا كلكم شاطرين وبتعملوا احسن من كده كمان. اه، بعد بقى ما خرجتها وطبعا عملت صينية رز جنبها، بس بصراحة ما صورتهاش. ايه، صينية رز كده بصلصة كده ببصل جنبها، قلت ايه تغيير عن ما بعمل ايه رز. انا بصراحة ما كنتش هعمل رز، انا كنت هناكلها بالعيش، بتبقى تحفة جدا. والواحده متماسكه اهيت، مش مهريه ولا اي حاجه زي ما انتوا شايفينها. بسم الله ما شاء الله، طعمها كان جميل جدا. ايه، عاوزين تاكلوها برز كلوها، عاوزين تاكلوها بعيش، يعني في الحالتين بتبقى تحفه لوحدها اصلا. فانا حبيت ان انا اعمل بقى، ما دام فاتحه الفرن وكده، فقلت ايه اعمل كميه رز كده للولاد برضو ايه جنبها. ويا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم بقى لايك لايك لو سمحت، وبعد زر من تأثيري مع اي حد.
بجد والله معلش انا اسفه اليومين دول، بس عندي ظروف خاصه بيا، ف محدش يزعل مني لو مقصره مع حد فيكم، فمعلش ان شاء الله ارجع معاكم زي الاول واحسن ان شاء الله، بس هي مساله وقت بس. زي ما انت شايفين والله يا رز، كمان اللي التصوير ظلمه، هو كان احمر من كده يعني، كان لونه احمر فاتح كده يعني زي ما انت شايفين، بس كان طعمه جميل. هو بصوا شفتوا البخار يعني، انا لسه كنت لسه مشايلاه والله من على البوتاجاز، ايه من الفرن. إيه الكاميرا كان مبينه اللي هو فاتح، بس هو مش فاتح، هو الصلصه بتاعته كانت كويسه جدا. ومع التونه بقى بقول لكم اضغطوا لايك، طعمه حلو. والصينيه زي ما انتم شايفينها كده، هو اللي باين يبان من الاحراف اللي هو ملسوعه، بس لا هي مش ملسوعه، هو ملسوعه من الفرن، بس هي الارضيه ما فيهاش اي حاجه ملزوقه ولا اي حاجه. والله كان طعمها تحفه جدا. يلا واقول لكم بقى، اشوفكم على خير فيديو جديد.